وعن استعدادات وزارة الإعلام لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة يوسف مصطفى أن لدى الوزارة خطة شاملة لتغطية كافة الفعاليات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة. من جهته أكد علي مراد مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في إدارة شؤون الانتخابات على الجهود المبذولة لاستقبال المرشحين وآلية العمل داخل إدارة شؤون الانتخابات واستعدادها المبكر لاستقبال المرشحين. لدينا الحقيقة من الخطة الإعلامية مما نعول عليه في نجاحاتنا في انتخاباتنا السابقة، هذا ليس مقياس. اليوم بداية الصباح في أول يوم اقتراع، أنا أعتقد وسائل الإعلام كلها ستراقب هذا الحدث الكبير، وراقبت ولا زالت وستظل إن شاء الله عبر مراسليها ومندوبها، وسنشاهد هذه الفعاليات كيف ستنمو يوما بعد يوم. لدينا متسع من الوقت حتى يوم 9 من نوفمبر المقبل. نحن نقول بأن وزارة الإعلام سخرت كافة الإمكانيات لهؤلاء المراسلين، للمندوبين، الشفافية الكبرى التي حملنا شعارها. لسنا نحن فقط في وزارة الإعلام، الدولة برمتها، القيادة السياسية، الحكومة الرشيدة كلها رفعت شعار الشفافية والنزاهة في عمل الانتخاب، ولاحظناها كيف كانت شفافة في انتخابات 2012 الأولى، وكانت مخرجات المجتمع بحيث صدقت على هذه الشفافية. هذه الانتخابات ستكون قيمة مضافة إن شاء الله للانتخابات السابقة. بالنسبة للإدارة أخذت استعداداتها لاستقبال الأخوة والأخوات المرشحين والمرشحات، وبعد نشر مرسوم في جريدة الرسمية يوم أمس وفق القانون التفت باب الترشيح اعتبارا من يوم الأربعاء لمدة 10 أيام متتالية، والإدارة كانت مستعدة لاستقبال المرشحين كالمعتاد. نعم طبعا في تعديلين جريت على بالنسبة للترشيح، عملية الترشيح في تعديلين تم إجراهم. التعديل الأول اللي هو كان تقديم طلبات ترشيح مقابل الشرطة، تم استبدال هذا النص وتم تقديم الطلب يكون في إدارة الانتخابات مباشرة، مجرد ما يتقدم هنا يعتبر انتهى خلاص. والتعديل الآخر على مبلغ التأمين كان 50 دينار، تم رفعه إلى 500 دينار.